عالحلو وعالمرة حدك رح نبقى ورح نوف بوعدك حميكي الله ومن على بيت نديم ومالي. ايه ما عفطوه؟ لا. ليش؟ والدتهم قالت لنا انه اخذوهم على اخذ عسكر. شو هالحكي؟ ايه شو معناته هالكلام هذا؟ اذا كان كلام والدتهم مضبوط انه نديم ومالك بالاخذ عسكر معنات هذا الموضوع انه شكنا مو محله. انتو شلون حسيتوها لامون؟ حكي صادق لما مو صادق؟ ما بعرف يا زعيم. والله ما بين معنا. بكل الاحوال لازم نتاكد انه هدول الاولاد بالاخذ عسكر. فهمت علي؟ قلبي حاسسني انه فيها ملعون. صار زعيم. من بكره الصبح زكريا الله يرضى عليك وعلى سكيتي بدك تسالني بحالته عن هالولدين راحوا على اخذ عسكر لما ما راحوا وين راضيون؟ ايمتى اخر مده كانوا فيها بالحاره؟ صار. بدي الخبر الشافي والاكيد ومن كل بدا. لا تاكل هام. يلا تيسروا أبي تيسروا. يا الله معكم. الله معكم. الله معكم. منين طلعوا لي فيها هي قصة الأخذ عسكر؟ عندي الفعل يوم ما في كلام. ليك يا خالو مصيبة وحلت علينا. احكي شوفي. اجا واحد ظاهر من طرف ابو الحسن وسأل عن الاولاد. يا لطيف. مثل ما سمعتي. ايه وشو قلتي له؟ مثل ما فهمتيني جنابك انهم راحوا على الاخذ عسكر. انتي هربتي اولادك ولا لسه؟ هربتهم. راحوا لعند خالن على الالمون. خلاص خلاص اهدي وطولي بالك. انا رحت حكيت مع معارفي بالمنشيريه وراح يزبطوا اعمار اولادك بحيث انه هلا هنن على اساس بالاخذ عسكر. بس انا خايفه. خايفه يا خانم يخبروا الضابطيه ويحققوا معي مع بنتي نتبهدل ونروح فيها. يا والله معك حق. تخيلك بوس ايدك بوس ايدك تلاقينا تخرجي لهالمصيبه قبل ما نقول يا حيف ويا ندى. خلاص هلا انت اهدي وطولي بالي خلينا نعرف نفكر شلون نطلع من هالبليه. امر عيونك. اسمعي يا نديم تاخدي بنتك الليله وعلى هسه بتطلعي فيها على بيت اخوك على القناه. قلت هيك لك وما بترجعي لا انت ولا اولادك على الحاره لحتى انا ردي لكم خبر. انا بكون دبرت الامور بغيابكم. امر عيونك.
قبل الله مني. منا ومنكم صالح الأعمال لك انتي. يا لقامتي لسه ما نام هالصغير. لا والله مدري شو صار له اليومين عم يعذبني كثير لحبيبي. يمكن آخذ على خاطره لأنه لسه ما سميناه. ليش نحن فضينا حتى نسميك؟ الاسم بدك لهالوقت لك بنتي. آخ والله كان مناي أبوه هو اللي سمي. يا لقامتي هذا نصيبنا وقدرنا لك بنتي، شو بدنا نساوي؟ شو بدنا نعمل؟ الله يخلي له اياكي ويخلي له جده واخواله يا حق. خلينا خير ان شاء الله. شوفي مين مشاكي؟ مين بده يجي لعنا بهالوقت؟ ايوه خير ان شاء الله. السلام عليكم. اهلين وسهلين سيدي ابو الحسن. يا اهلين وسهلين. يا اهلين وسهلين. شرف تفضل. خذي تغيير روحي يلا. حاضر يا ميت اهلا وسهلا. يلا يلا. وصل سيدي ابو الحسن. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم اختي برضا، شلونك؟ ان شاء الله بخير. الله يرضى عليك. يا هاتي عندك هاتي. شلونك اختي برضا؟ ان شاء الله بخير. الحمد لله دائما. اي والله. تفضل تعشى معنا يا عبي، الاكل جاهز. فكاني جيت وقتك. ما والله مخور من الجوع. يا ميت اهلين وسهلين. عن اذنك بس لاطمن على البنات. نايمين؟ اي والله ناموا يقبروني. خسرنا هون. يلا بسيطة. ان شاء الله بيعيش وبيربى بدلالك ويديمك فوق راسهم يا رب. الله يديمك يا رب ويديمك فوق راسه وراس اخواته يا حق. الله يخلي لنا اياك. ايوه هلا كنت عم بحكي انا وقطر الندى. ايه انه يا لقامتي لسه لهلا ما سمينا هالولد. والله حظه عاطل يا صديق اختي، حظه عاطل. لا احتفلنا بخميسيته ولا فرحنا فيك مثل العالم والناس. لا اله الا الله. على كل حال ما صار شيء اختي، خلاص نحن فيها. يغزل عين. اللهم صلي على محمد. يعني اللهم صلي على محمد. شردة بنسميه يعني. هلا اختي هلا بنسميه، بنسميه رضا على اسم ابوه. خليه ياخذ اسم ابوه، عمره دهر باذن الله. ونعم الراي يا اخي ابو الحسن. ليش؟ اي والله هيك بضل اسم ابوه رضا بالبيت بينك. يا تعبرني يا تيت. ولك شو عم بتغصي ولا ولك رضا؟ هلا رضاني. شو كأكون عم تذكروا رضا؟ يا مشاكي. نعم يا حجة. تعي خدي يا صغير. الله نطا مسحيله. يا عيني يغسل عيني. حسنا سيدي هاتي. الله يخلي لك يا لك أبي. الله بعزك يا رب. الله يسلمك أبي. إن شاء الله استبينا أنا والميمي أم رضا. خلاص استبينا لا نسمي رضا، هيك بضل ذكر المرحوم بالبيت عمرو دهر إن شاء الله. لا يا أبي بوس إيدك، رضا وليفي وأبو أولادي وما بدي حدا غيره يحمل اسمه. سموا الولد اسم تاني. والله ما بعرف لك أبي، والله الكلام اللي عم تحكيه حق يعني، والله ما له رد، ما بعرف. يا مو قطر الندى، سميه أنت شو ما بدك. لا يا أبي أنت سميه. اسمه رضا. رضا إلي وبس. اللهم صل على سيدنا محمد. أبي أنا بقول نسميه لمين؟ لمين اسم حلو؟ إيه والله يا أخي أبو الحسن اسم حلو. يا ريتك بيناتنا يا أبو لمين. يا ريت. الحمد لله على كل شيء كبير. أخي أبو الحسن شو صار مشان موضوع جسد رضا؟ ما تكلم اختي رضا باذن الله، انا متابع الموضوع وما لي مصير. اغوات كبار عم يشتغلوا بالقصه. ما حيندفن الا هو من الشام الا اذا ربك راد تكون منيتي قبل جيته. بعيد الشر عنك. بعيد الشر عنك يا ابي. يلا مد ايدك وسمي بالله. لا اله الا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. امين. عمتي مثل وصيتك؟ اي نعم يا ابي. امبارح واليوم مرقت على كل بيوت الحاره ووصيت الجميع، من بيعتاس شيء صندوق اهل الخير موجود بالديوان، والزعيم ابو الحسن وعياله موجودين. الله يرضى عليك يا ابي. الله يرضى عليك. اتفقت انا وقطر الندى انه كل خميس نلف على بيوت الحاره كلها وشو ناقصهم نجيبهم. ايه ليش لا؟ الله يجزيكم الخير. لقيت المصاري ولا لسه؟ هي هي لقيته ولا ما لقيته؟ ان شاء الله عمرك ما تلاقي له محطه. اهلين عيوني. اهلين عيوني. هات اللبان. بنص هات اللبان زعيم. شو هي هات اللبان؟ نفيسه. وطي صوتك.
وطي صوتك وحكي بمهدوي. بتحكي بمهدوي بسمعك، ما بتحكي بمشي. اه امرك زعيم. قل لي نفيسه، نفيسه هي الموصل مصحت لبرا. اكد المره ولا بتكل مره؟ بعيوني هدول شفتها. طيب بعيوني هدول بدي اكلهم. شو مطلوب ولا زعيم؟ معيتك نروح انا وياك ونطبخ خوانير بنات هروب. بصير بنصاص الليل نروح نساليك عن مخلوقة، ندق على العباده هيك بصير، خليها لبكره الصبح. تروح انياك النهار قول له عيون لك عيني، هيك ما بصير. نقول انيك على حد لبات بالنهار وننهيها هنيك بأرضها. ايدي بزنارك زعيم، بوس ايدك مش على الله. بكره انت ما بتفضى وهي بتهرب بتشمع. لك عمي هلا وعدتك لما وعدتك؟ مو وعدتك؟ وعدتني. خلصنا بقى. روح على بيتك رقتني. امرك زعيم. بكره الصباح رباح، يلا لشوف. امرك. صباح الخير. انت من اهلا، والسلام عليكم. سلام ورحمة الله. لك ما تروح. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. أهلين عيوني. ايه نعم يا بنت الأجمل. سان كهرمان رضا. ايه نعم يا بنت الحسب والنسب. جزائري مدرو senin çıkmana nasıl izin verdi? Nasıl? هربت يا بنت الكرام. Kaçtın mı? Ben senin için uğraşıyorum. Neden kaçtın? خفت انعدم قبل ما انقل لك تشكراتي لفعائلك تجاهي وتجاه المساجين اللي بالسجن. بون için mi kaçtın? اي نعم هربت. هربت لانه بفعائلك رجعتي لي الامل. واكتشفت انه انتو ناس كلكم كرم وجود وعدل وشهامه. رضا سان معصوم بانسانسن. سنين ölmemen gerekiyor. ölmemen. هذا اللي ربك كاتبه. في لي عندك طلب. ne istiyorsun? وعديني بعد ما اموت توصلي خبر لاهلي انه انا رحت بجراير وفعايل ناس ما بتخاف الله وقال عثمان بريئين منهم ومن فعايلهم ليوم الدين. سان معصوم بانسانسن. سنين ölmemen gerekiyor. ölmemen gerekiyor. الموت فداكم حياتي يا بنت الاجويد. hayır senin ölmemen gerekiyor. وصلي سلامي لأمي ولعائلتي ولعيالي ولشامي ولأهلي وقولي لهم رضا مات حر وشهب. hayır senin ölmemen gerekiyor. اللي صار صار يا بنت الحسب والنسب. الحكم انبت والتنفيذ بين يوم والتاني. hayır 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 hayır. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırdır inşallah. Günaydın. Günaydın anneciğim. Günaydın sevgili Nuraya. Babamız bugün nasıllar? Güne bu güzel gözleri görerek başladıktan sonra bütün günüm çok güzel geçecek demektir. Bu güzel sözler de ne? Sizi kıskanmaya başladım. En güzeli sensin anneciğim. Demek ki ben ikinizden sonra geliyorum, değil mi? Hadi otur yavrum, otur kahvaltı yap. Bugün sadrazamın yanına gitmeye kararlı mısınız babacığım? Tabii gideceğim kızım. Cezaevlerini ve kampları denetledikten sonra hazırladığım raporu götüreceğim sadrazama. Peki Anadolu'daki cezaevinin durumu ne olacak? Tabii. Sadrazam bu raporu okuduktan sonra hakkaniyetle karar verecektir, sen merak etme. Peki ya Şam-ı Şerif'in cesur mahkumu cezası hafifletilecek mi? Evet.
Ondan da bahsedeceğim. Allah'ın izniyle her şey doğru gidecek. Babacığım, bugün Sadrazam Hazretlerine giderken sizinle birlikte gelmek istiyorum. Bu bir resmi iş ziyareti kızım. Babacığım, yani biliyorum ki Sadrazam Hazretleri ve siz akrabasınız. Ben de sizinle gelirsem hem iş hem de akraba ziyareti yapmış oluruz. Sana söz veriyorum. Daha sonra senin için Sadrazam'dan özel bir izin alacağım. O zaman birlikte gideriz. Ama babacığım ben bugün sizinle gelmeyi çok istiyorum. Tamam. Madem ki seninle gelmek için ısrar ediyor, bırak gitsin. Hem Sadrazam Hazretleri onu küçüklüğünden beri çok sever. Tamam. Ne diyorsanız öyle olsun. Çok teşekkür ederim babacığım. السلام عليكم. مرحبا عمو. مرحبا بالحارة حضرتك. الله يجيبك يا رب. اسألك هيك سؤال، في شغلة خطبة وما خطبة الخير إن شاء الله. نديم ومالك ولاد دياب الصفدي بتعرفهم شيء؟ نديم ومالك ولاد حارتنا. ايوه هن هون بالحارة ما راحوا من الحارة. ايه دائما متواجدين بالحارة. سمعت قال أخذوهم على أخداسكار. ما في شيء من هذا النوع، بعدين يومين شفتهم بعيني بالحارة يعني. ايوه. عم لتكون مخربط هذول، يكون حدا ثاني مو هن. شو بدي خربط؟ مع انه اولاد حارتي طول الايام وش بوشهم يعني. ايوه الله يجبرك ويخليك. بعدين من يومين قالوا طوشي مع شابين بالحاره. ايوه. وبتعرف شو اسمهم هدول الشابين؟ اسامة وحسام المصري. شو قلت لي؟ اسامة وحسام المصري. هدول هدول وين بيتهم؟ شرف يا دلوق. الله يجبرك ويخليك. شرف يكرمك. يا يا ابو الحسن. اهلين عمي زكريا. اهلين شباب. يا مرحبا يا زعيم. اسامه وحسام المصري. يا ميت هلا تشرفنا والله. الله يزيدك شرف يا رب. الله شرفوا ابي شرف. شرفوا يا رب. يلا 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 لوحيف. يلا يلا. خلاصته عمهم الاخير نديم ومالك الصفدي تعرفوه؟ صحتين وهنا. قلبك دايمي. دايمي. ايه عمي ابو الحسن نعرفهم. قال ايمتى اخر مره شفتوهم فيها؟ كل يوم نشوفهم زعيم، لانه مثل ما بتعرف نحن اولاد حاره وحده وعلى طول وشنا بوش بعض. سمعت من كم يوم قال على اني خناقه ماكنه كثير بالحاره، مزبوط الحكي؟ ايه عمي ابو الحسن مزبوط. والسبب؟ لا ما في شيء، خلاف بسيط بيناتنا وانحلت المشكله بارض عمي ابو الحسن. ايه هلا انحلت بارضها انحلت بسماها، بدنا نعرف شو السبب لك عمي. بصراحة يا عمي السبب انه واجهناهم بالحقيقة. حقيقة شو؟ قلنا لهم زعيم انه هن مو رجال ولازم يحلقوا شواربهم على مرأة كل اهالي حارة الرمان. ليش بقى؟ بصراحة يا عمي ابو الحسن ابوهم انقتل من سنين وايام على معرفة كل اهالي حارة الرمان، وهن صار كل واحد فيهم قد الحيط ولهلا ما اخذوا بتار ابوه. ايوه. ولما قلنا لهم انه الخلائق بالحاره عم تجيب معدلهم ويقولوا عنهم مخروق، باجوا علينا وصارت الطوشه، بس اهالي الحاره فكونا ومرت السيرة على خير. فهمت، على علمكم هلا اني وين صارت اراضيهم؟ بعد الحادثه ما عاد شفناهم بالحاره من وقت نوم. هلا نديم ومالك الصفدي ما راحوا على خداسكار؟ والله يا زعيم ما بظن، يمكن لا. لا عمي ابو الحسن ما راحوا اخذ العسكر. اكيد. أكيد زعيم، كل يوم وشنا بوشهم. عمي معيد الله ومعيدكم، هون حفرنا وهون طمرنا. ما بدي حدا يدرى بجيدكم اللي عندهم مني لو هو. يعني ما بدي حدا يجيب السيرة بنوب من أصله. لا تاكل هم بنوب عمي أبو الحسن. بأمرك زعيم. عال استبينا. بعدين إذا كان بيجيكم طرطيش من هون لمن هون، من هالناحية لمن هالناحية بالحارة. استفقدونا، خبرونا. معيدكم. لعيونك عمي ابو الحسن. وشو بدكم نحن جاهزين؟ خدامينك يا زعيم. اهلي صبر. يلا السلام عليكم عمي ابو الحسن. سلام يا رجال. ان شاء الله عامل زعيم. سلام عليكم يا رجال، الله معكم. ايه عمي زكريا. ايه عمي ابو الحسن. شلون شفت اللي حكياته؟ يا عمي ابو الحسن ما بعرف شو بدي اقول لك يعني، انا بس كل شيء عم يصير لحد الان بيدل على انه نديم ومالي هن اللي عاملين العمله.
أمه ليش عم تكذب؟ أنا نفهم هالشغلة مظبوط خلينا نفهمها. دياب روح بوشك هلا على الحكم داري شمشم لي أخبار إذا كانوا نديم ومالك بالأخ العسكر لما لا ماشي وعلى هسي أمرك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلين أهلين زكريا. أهلين عمي. هلا عادل. 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 هيك حدو. شو وين الزعيم الحسن؟ تأخر هسه ما اجى على القهوة. وين بده يجي؟ ما بعرف. خلص في شيء؟ اه. قلي قلي لك صار لك يومين ثلاثة عم تروح وتجي مثل ما فوق الحياة. شو قصة؟ شغلتي ما بيحل غير الزعيم. لبرك بقدر ساعدك قلي. فيك تساعدني. سلام. سلام. تعال شوف تعال زكريا تعال. عود لك. أبي الحسن الله يرضى عليك شبنا ضيافة يلا خفه. الله يعني. إيه زكريا أنت شو؟ أكدوا لي بالحكم الداري إنه نديم ومالك مو بالأخذ عسكر. شو هالحكي رح ما تحكي؟ مثل ما عم أقول لك لسه في شيء تاني كمان. هات شو؟ هذا يا سيدي ما أنت في شغلة يعني هيك سلبينا مخاتلة بقلب الديوان يعني عاملين تزوير مع تزوير مشان ما يروحوا على الأخذ عسكر. الحكم الداري. إيه. أيوة ما هدول الشباب مو صلي على النبي. شغل فيها مسؤوليات إذا هربانين من أخذ عسكر لك يا زكريا. لكان بس لا تحكي الهم نحن رح نضل وراهم 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 لحتى نجيبهم لهون اللي عم تصر مايته. بس الشغل بدنا اياه بسرعة بدنا نشمعوا الخيط ويطلعوا برا البلد. كلام علي تحكي الهم وحياتك إلا ما نطوله. شوف زكريا بدي اياكم تروحوا مرة الأخر على بيتهم لعند أمهم ذات نفسها وبتفهموها بدل ما نشرحوا على لساني أنا سلطان أبو الحسن. يا بتقر وبتعترف على مطرح أولادها يا ما رح يحصل طيب ابدا. وبتخلي الرجال يراقبوا البيت ليل نهار. ما بدي الام تطلع على الناحه والناحه تتفرتان. انا صارت واضحه وبيني. هي بتعرف كل شيء عاملين اولادها وعم تستر عليهم. زلمه انت عود ليش؟ ما بصير مشان واجبك سيدي. قلت لك عود. نعم سيدي. انت لك قرابين متنفذين او اصحاب سلطه بالشام؟ لا سيدي. اكيد اكيد سيدي. انت على معرفه شخصيه سابقه مع القائم مقام او كريمته او حدا من طرفه؟ لا سيدي. انت واحد كذاب. انا ما بكذب لو على قطع راسي. لكن ليش حضرت القائمة قام وكريمته متابعين موضوعك لهالدرجة؟ لانه عرفوا اني مظلوم والظاهر الجماعة اهل عزة وكرامة وما بيقبلوا الظلم لحدا. انت واحد كذاب واهتمامهم فيك اكيد في وراء سبب. قلي لا شوف شو هو؟ سيدي قلت لك انا ما بكذب لو على قطع راسي. بعدين انا مصلحتي استغل هالشيء وقلت لك انا بعرف القائم مقام وبعرف كريمته. بعدين يا سيدي معرفه هيك ناس بترفع الراس للسماء. ولسه بدك تشتكي وتنق لحضره القائم مقام مثل عوايدك؟ المظلوم لا بيمل ولا بيياس من السعي ليلاقي ناس تنصفه حتى لو كان اخر يوم بحياته. اللي لا اشوف شو دار حديث بينك وبين الخانم؟ الخانم ما نصفي لأبوها يا سيدي وبتحب نصرة المظلوم. المهم شو دار حديث بيناتكن؟ كل شي صار يا سيدي انه الخانم عرفت انه انا مظلوم وحبيت تساعدني وتنصفني. بس تعي أمني. حاضر سيدي. رجع السجين على زنزاني. حاضر سيدي. ما رح ارتاح ولا يهدى لي بال حتى اشوفك معلق على حبل المجنقة ولو بيكون السلطان الأعظم بذاته وراك. لا تعذبوا حالكم يا شباب، ما في حدا بالبيت. وانت شو عرفها؟ من شوي اجت حلمي دقت على الباب ما حدا رد عليها. متأكد عمي؟ أكيد عمي. السلام عليكم. الله معكم. مع السلامة.
معناتها يا رجال الحرمة أخذت بنتها وهربت من الحارة. أيوة الظاهر ما في حدا ذكور. شو نساوي عمي زكريا؟ خليكم أنتوا هون وفتحوا عيونكم عشر عشرة أو كون حدا يفوت وحدا يطلع. أنا رايح شاور أبو الحزم. مشي زكور. لا توصي يا حفيظ. عليم الله قعدنا على أعصابنا من وقت ما أخذك الزنداني باشي حتى رجعتوا لك أخي رضا. الله وكيلك يا برود، خفنا يكونوا أخذوك مثل العيد يعذبوك. ما صار شي منوب يا شباب، ما صار شي منوب. طيب شو القصة يا برود؟ لوين أخذك الزندان باشي؟ أخذني لعند مراد مدير السجن على بده يشوفني. شو هالحكي؟ سألني كم سؤال. إيه شو سؤالك؟ عم يسألني إذا إلي حدا متنفذ من قرايبيني بالشام أو إلي علاقة بالقائم مقام. أنت شو قلت له؟ قلت له لا إلي حدا متنفذ ولا إلي علاقة بالقائم مقام، لا من قريب ولا من بعيد. والله يا برود على قد ما اهتموا فيك القائم مقام وكريمته، شكله مراد آغا حاسس إنه في بينكم قرابة. إيه الظاهر هيك. الله يسامحك يا برود، لو قلت له في بينك وبين القائم مقام معرفة، أكون عزيت وعشت ملك زمانك. بدك ياني كذب لك فرحان وعيب عليه؟ هي كذبة بيضة يا برود. وبعدين مراد اغا بده مين يكذب عليه لانه نمرود وما بيخاف الله. ما في كذبه بيضة وكذبه حمراء عمي، الكذب كذب شو ما كانت اسبابه. بعدين انا زلمه ما بكذب لو على قطع راسي، عم تفهم؟ كل ما علي شو القصه برو؟ هيك القصه عمي، بس انا هيك خلقت وهيك ربيت وهيك رح موت، ما بكذب ما بكذب ما بكذب. لك الله يحيي البطن اللي حملك ابو الروض. الله محييك عمي. بس الظاهر ما عاد يحط دابه بدابه. هيك الظاهر. ما بعرف، حاسس عم يدبر لي كاينه من تحت لتحت لابن الحرام. انا عيني وراسي الله يحييه. السلام عليكم زعيم. اهلين عمي حدو. الله وكيلك يا زعيم، حفية رجلي وانا رايح جاي رايح جاي لعندك على القهوة. ما قلت لاقي ما كنت فاضي روح الشغل اليوم. مالش يعني مالش خير ان شاء الله زعيم. لكن معي تخلينا نروح نخف رجلنا ونروح نطب بخوانيال هالمقوصة. مالش الله يرضى عليك يا حدو. خلص بعد صلاة المغرب حنجتمع ونحل لك القصة كلها. تعي مشير شغلي ولي لبعد صلاة المغرب بدنا نستنى. لك والله بكون فعت من عرتي. صلي على النبي وهدي البال. الله يرضى عليك. خلصنا موعدنا بعد صلاة المغرب. مشي قول الله. خلاص عمي أمرك. السلام عليكم. اهلين عيوني. اهلين 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 يا عمي ابو الحكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ما لقينا لا الأم ولا بنت زعيم من الحركة اللي ياتها. شو الحكي؟ هو وكيلك. شي على السيرة. الله يحفظ زعيم. أهلين وسهلين. عمي زكريا، العاصفة قدامنا عمي غير حلوة حين. الليلة بتفوتوا لنص بيت ولدياب. وعلى هالسي وبتفتشوا شبر شبر شو بتعتروا على أثار بتجيبوا متمساكيت. حطرت راسي من خوف. وصلي صح. قول الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أهلين عيوني. أهلين أهلين أهلين. طيقلارım بي. هوش geldin مراد ağa. إن شاء الله مناسبتسiz gelmedim بي. Hayır Murad Ağa, biz her zaman devletin hizmetindeyiz. Buyur otur. Allah size uzun ömürler versin beyim. Önemli olan nedir Murad Ağa? Ben size geldim ki bileyim o edam meselesine oldu. O kine konuştuk birkaç gün önce. Biz bu konuyu konuştuk Kadı Kudat'la. Ve kendisi çok iyi anladı ki bizim mahkumlarımızın sayısı artıyor. Ve hapishanelerimiz daralıyor. Ve kararı çok yakında verecekler. Beyim, ne vakit bu kararlar çıkacak? Anladığıma göre bu birkaç gün içinde size telgraf gelecek. Teşekkürler, teşekkürler beyim. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz kayınmakam. Hürmetlerimi arz ederim Sadrazam Paşa Hazretleri. Oo Nuriye Hanım, buyurunuz. Teşekkürler Sadrazam Hazretleri. Bu ne sürpriz Nuriye Hanım? Siz hep aklımızdasınız. Ve sizi çok özledik. Rica ederim. Buyurunuz, buyurunuz. Efendim, size geleceğimi duyunca Nuraya da benimle birlikte gelmek için ısrar etti. Nuraya Hanım ne zaman isterse gelebilir. Kızım kadar yeri var. Siz de babam sayılırsınız Sadrazam Hazretleri.
Efendim, şimdi gelelim asıl konuya Sadrazam Hazretleri. Emrettiğiniz üzere cezaevlerindeki ve kamplardaki teftişimizi bitirdik. Peki ne halde gördün? Doğrusunu söylemek gerekirse oradaki mahkumların, asker mahkumların durumları pek iyi değil. Kendilerine türlü işkenceler ve zulümler yapıyorlar. Devletimiz düşmanlarla savaşırken onların durumu o kadar kötü. Evet. Konuşmama izin verir misiniz Sadrazam Hazretleri? Memnuniyetle Nuraye Hanım. Sizi dinliyorum. Babamın Anadolu cezaevi gezisinde ben de onunla birlikteydim Sadrazam Hazretleri. Ve oradaki insanlık dışı muameleyi ve davranışları kendi gözlerimle gördüm. Siz bunu kabul etmezsiniz. Çünkü bu devletimizin adına hiç layık olan bir durum değildir. Elbette razı olmayız Nuraye Hanım. Bize ve memleketimize yakışmaz. Sizden bu dosyayı incelemenizi rica ediyoruz. Sadrazam Paşa Hazretleri. İçinde cezaevleri ve kamplara dair bütün bilgiler var. ليش قاعد لحالك يا برو؟ شلون؟ في شيء؟ لا ما في شيء. رح تخبي علي لك يا برو؟ انت من بعد ما قابلت مراد اغا مالك على بعضك؟ والله يا ابو زيد مالي مطمن منوب منوب منوب. طالما القائم مقام بذات نفسه متابع موضوعك لا تتوغوش وحط عينك بعين الله. لا اله الا الله. محمد رسول الله. ايه روق روق راح اعمل لك كاسه شاي. ne sebebiyle bu adama idam kararı verilmiş? Urfa'daki eğitimi sırasında eğitimci Bigbaşı'yı öldürmüş. Bigbaşı'yı öldürmüş ve kendisini mahzun zannediyor. Nasıl olabilir bu kayınmakam? Bu konuda benim konuşmama izin verir misiniz Sadrazam Hazretleri? Buyurunuz Nuraye Hanım. Ben bu cesur mahkumla bizzat görüştüm efendim. Onun hikayesinin tamamını dinledim. O masum biri. Ölmemesi gerekir. Fakat kendisi katil. O zalim bir Bigbaşı'yı öldürdü. Çünkü o Bigbaşı Urfa kampında bir askeri öldürmek istiyordu. O da masum arkadaşına yardım edebilmek adına bu cinayeti işledi. Bu da onun ne kadar cesur bir insan olduğunu gösterir Sadrazam Hazretleri. Lakin olabilir o yalan konuşuyor kızım Nuraye Hanım. Söylediklerinin doğru olduğundan eminim Sadrazam Hazretleri. İsterseniz Urfa kampında bu olayı görenlere sorabilirsiniz. Görüyorum bu mahkuma çok iyi davranıyorsun kızım Nuraye. Evet. Çok Sadrazam Hazretleri. Çünkü bu mahkum asker birliği fermanı onu kapsamamasına rağmen devletimizi savunmak için kalkıp geldi. Çünkü o ailesinin tek çocuğu. Böyle bir insanın suçlu ve katil olması mümkün değildir Sadrazam Hazretleri. Sizden onun affedilmesini rica ediyorum. Çünkü bu insan devletimizi savunmak için çocuklarını, ailesini, toprağını, her şeyini bırakıp geldi. Lütfen onunla ilgili karar verirken bunları da dikkate alın. Bunları dikkate almanızı istiyorum. Devletimizi savunan insanları öldürmek ve onlara zulmetmek adetlerimizden değildir efendim. Madem ki öyle, emir vereceğim Kadı Kudat'a yeniden göze geçirsin o mahkumun dosyasını. Eğer mahzumsa hakkı verilecek. Sizden de bunu bekliyordum Sadrazam Hazretleri. Ama tek korkum mahkumun dosyası incelenmeden hakimin idam kararını uygulatmasıydı. Sizden mahkumun dosyasının incelenmesine dair söz rica ediyorum Sayın Sadrazam Hazretleri. Tamam, tamam. Şerif amı, tamam. Amı hadi Allah razı olsun Allah. Murza. Hadi cemaat hala لا تفتح مكلمي ولا تعطي بحركي. خلي القصة كلها من بدي أتالي عندي أنا اللي بحكي وبس. الله يسامحك يا زعيم. أنا لو بدي أعمل شيء برات مشهورتك ما كنت استنيتك لهلا. لك عمي كنت مشغول أنا ما كنت فاضي لك، كنت مشغول بقصص الحارة.
بس بدك تقول لوعت ها؟ قربنا نمسك كل القصة. صلاة محمد عم تحكي. ايه بس هلا الدنيا من تمساكيت مرة نحكي لحتى نمسك الفعلي من السكريات. الله أكبر، الله أكبر. زعيم، إيدي بزنارك طلب صغير. قل لي. زعيم بدي أشرب عن تب من جاتو للفعلي. أنا توكل الله أمشي بس لا تمشي. مساء الخير زعيم. أهلين عيوني أهلين. هذا هو البيت عمي أبو الحسن. متأكد؟ مثل ما عم حاكي. ما بتحكي ولا حرفة، اتركني انا اتصرف مع رفتي. امرك زعيم. مين؟ لو سمحتي يا اختي الله يرضى عليكي، بعثي لنا حدا من رجال البيت نحكي معه. والله ما عنا رجال هون بالبيت يا اخي. طيب اختي عفوا يعني، انت من اصحاب البيت؟ لا والله يا اخي انا مو من اصحاب البيت. معلش لكن بعد اذنك بعثي لنا حدا من اصحاب البيت نحكي معه. ايه تكرم عينك، تكي. هي يا عمي الحسن، هي بعرف ولا صوتها من بين ألف صوت. خليك ساكت، تم ساكت ها، أنا بدي أتصرف. أمرك زعيم. لا إله إلا الله. في رجال بده يحكي مع أهل البيت يا ستي. ما قال هو مين؟ لا والله يا عناية خانو ما عرف عن حاله، بس قال بده يحكي مع حدا من أهل البيت لأمر كتير ضروري. طيب أنت روحي على شغلك وأنا بشوف مين. حاضر. ليكون من طرف دلال خانو؟ يمكن. مين؟ أنا يا أختي. شو بتريد؟ يا أختي أنا موريا. الداي أبو الحسن. أبو الحسن عاشت الأسامي. جنابك جنابك هون. أي هون. بعد إذنك ممكن نحكي مع كبير البيت؟ أكيد. أي من بعد إذنك يعني. عن إذنك لخبر كبير البيت. إذنك معك عناية. عناية خان. تشرفنا تشرفنا. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. خير زعيم؟ لك الدواء جايبني، لك الدواء جايبني. زعيم أنا جايبك على البيت اللي بتشتغل فيه هاي المقوصة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. في شخص برا قال بده يحكي مع كبير البيت. خير ان شاء الله. طيب انت ليش متلبكه لك امي؟ لا مالي متلبكه. طيب انا رح اشوف مين هو. شو عم بيصير يا ربي؟ معقول؟ معقول هالشخص الحلم صار حقيقه؟ وجاي لعنا؟ معقول؟ انا مالي مصدقه. لا مصدقة. السلام عليكم. أهلين بسام. أهلين يا أخي. أهلين أختي. أهلين المهلي. خير أخي. أختي بعد إذنك كان ما بصير سألك، بدنا نحكي جوز كلام. تفضل شرف، تفضل. أهلا وسهلا وبرحب. لا معلش أختي الله يرضى عليك، أنا مثل ما فهمت إنه ما في رجال بالبيت، نحكي جوز كلام هون على الباب. إيه ما بصير الحكي على الباب يا أخي، نحن كمان اخوات رجال. شرف شرف. لا يا اختي الله يرضى عليك، والله ما بصير هيك، ما بصير. لا ما بصير. تفضل تفضل اخي تفضل. اهلا وسهلا ومرحبا. تفضل. لا اله الا الله محمد رسول الله. تفضل اخي. امرك. خذينا طريق بعد اذنك. على عيني. يلا يلا. ها يلا 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 يلا. تفضل. الله يزيد فضلك. خلصنا. يلا يا رب. تفضل. الله يعزك. ولي على قامتي هذا حد المرايات ما غيره. والله وقعتي انا في سو ما حدا سلم عليكي. بس يا ربي شو عرفوا مني بشتغل هون؟ اكيد عرفوا من شي حدا جاي هلا يطالبني مصاري. يا رب دخيلك. شو بدي اعمل هلا؟ شو بدي ساوي؟ يا رب
ربي شو عم بيصير؟ كل شيء كنت متوقعته إلا إنه يجي هالشخص لعنا بذات نفسه. يا ترى ليش جاي؟ ليش؟ شرفت وآنست. تفضل. الله يزيد فضلي. عود حدو عود. تفضل. أمرك صحيح. اختي مشان النبي ما تواخذينا اسكان جايتنا هيك جينا يعني فيها احراج. انا بعرف لانه البيت ما فيه رجال بس والله للضروره احكام يعني. ولو يا اخي البيت بيتكم ونحن هون بمقام الرجال خير ان شاء الله. نعم والله الله يسلم البيت واصحابه. اختي باختصار من الاخير الداعي ابو الحسن من حاله كبير التوتي وهون اخونا وابننا حدو. شرفنا يا اخي. الله يزيدك شرف. شرفنا يا خانم. والله ونعم من اصلك. المهم اختي تفضل اخي بدك ما تواخذينا ايش كان في بسؤالنا يعني شيء احراج. لا اخي لا ولو تفضل اسأله وخذ راحتك. انتوا اختي انتوا عندهم ممكن هون خدامي بالبيت ما هيك؟ اي نعم عندنا خدامي. ايوه بعد اذنك يا خانوم يعني ممكن نعرف قد ايه صار لعندهم ممكن هون؟ يعني صار لحوالي 3 سنين. 3 سنين؟ طيب معلش ايش كان ما فيها احراج يعني ممكن نعرف شو اسمها؟ اسمها نفيسه. هي 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 يا زعيم هي هي ارتقوا المصاري يعني. سمعنا كأنه هذا الله يرضى عليك. امرك زعيم بلكي كان في تشابه اسمها. هي يا زعيم الله وكيلك. هي يا جماعه فهموني شو القصه؟ لا خير ان شاء الله خير رح احكي لك القصه اختي من بعديها لتاليها. تفضل يا اخي. هذا بلا طول سيرة يا أختي. ولي شو عمل يا ربي؟ شو عمل شو ساوي؟ والروح بحالي؟ والله المقوص حده رح يقتلني على الخالص. أنا بعرفه لما يضوش الله علي وفقه. لا هاد غير الفضيحة قدام نزلت وعناية خانه. يا رب يا رب استر علي وتلطف فيني يا رب. يا رب أنا مالي غيرك. لك شو صار بالقهوة؟ اتكي وبتكون جاهزة يا خانه. يلا خفية. يلا عناية خانم على علمك شو بدهم الضيوف اللي اجوا لعند جنابكم؟ والله ما بعرف. انتي بتعرفي؟ لا يو شو بعرفني انا؟ لك شو بكي هيك ملبكة؟ لا يا خانم ما ملبكة ما في شي. يو شو بكي؟ ليش هيك عم ترشفي دلقتي القهوة؟ ما بعرف يا خانم يمكن بردية. أكيد هي بردية اللي اجتني. هاتي أنا بسكم. الله يجبرك يا خانة. والله العظيم ما بعرف شو صار لي. خايفة كبع حالي. ليش برد؟ يلا هدي حالك وفوتي القهوة للضيوف وفهمي لي شو بدهم. لا مشان الله يا خانة والله العظيم ما بقدر. داخلي على الله وعليكي أنتي فوتي. والله العظيم كثير بردانة ومالي قدرانة أصلا أحملها. بس أنا كمان ما بقدر فوت. والله يا خانة مبوس ايدك. خليني روح اغطى تحت حرامي واتدفى لو اطلع روحي من البرد. الله لا يدوقك ياها شو صعب. مشان الله لك شو بكي ما بقى الا ترقصي. كثير برد كثير والله العظيم كثير برد انا مشان الله. طب خلص روحي. شكرا بامرك. انت شايبه القهوه؟ ليش وينها نفيسة؟ دقيقتها بردية. بردية وحدة؟ لسا بتصيبها مليون بردية هالمقوصة. ليش؟ فوتي اسمعي شو عاملة. شو عاملة؟ لك شو عاملة؟ عاملة شي بيسود الوش. الله يسود وش إلهي. أمي يعني هدول الضيوف جايين مشان نفيسة؟ لك عم مجاني لك أمي. فوتي بجوز أنا فوت؟ يو ليش لما يجوز؟ فوتي تبريني فوتي لازم تفوتي. لازم لازم أهرب يا رب بتخيلك. بس لوين بدي أروح؟ لك لوين ما كان وجهنا محمر هلا بوقته لوين؟ المفروض قبل ما يعرفني حد وتروح علي. يا ربي دخيلك.